جولة كل يوم أربع في السادسة، وجولة مع المحترفين المصريين في الخارج. الحقيقة يمكن هتابع معاكم طبعا أرقام ومشاركات لاعبينا الأسبوع ده في مختلف دوريات العالم، والبداية في إنجلترا وتحديدا ليفربول مع النجم المصري المتألق محمد صلاح. محمد صلاح بالمناسبة على اعتاب رقم تاريخي، هيسجل باسمه كأول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع بلس 30 في ثلاث مواسم. الوحيد اللي حقق الرقم ده مع محمد صلاح هو تيري أونري، نجم طبعا فرنسا ونجم الأرسنال السابق. وفي حالة تسجيل صلاح لهدف، وكان ممكن جدا في مباراة ليستر طبعا يسجل، لكن صنع ثلاث، اكتفى بصناعة ثلاث أهداف، لكن هو على بعد هدف واحد عشان ينفرد بالصدارة ويكون حقق ده في ثلاث مواسم مع فريقه ليفربول. صلاح شارك في فوز فريقه في المباراة الأخيرة على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في البريمير ليج، مدة مشاركته 88 دقيقة، صنع الثلاث أهداف اللي سجلهم ليفربول في المباراة، وكان ليه ثلاث محاولات على المرمى، أهدر فرصة مؤكدة وحيدة، لمس الكرة 60 مرة، تمريراته 36 بنسبة دقة 83%، الكي باسز 4، صناعة فرص مؤكدة 2، وخسر الكرة 19 مرة، وتقييمه في المباراة 7.9 درجة. وليفربول حالياً قفز، تقدر تقول قفز طبعا لانه كان بيعاني في بدايه الموسم، لكن وصل للمركز الخامس وبينافس على واحده من بطاقات التاهل، في امل ضعيف صحيح لكن ما زال قائم في الجولات المتبقيه في الدوري الانجليزي، ورصيده 65 نقطه، بيجي طبعا ورا السيتي والارسنال واليونايتد ونيوكاسل، والمباراه اللي جايه للفريق هتكون امام استون فيلا في الدوري. من انجلترا نروح المانيا، والنجم المصري المتالق الحقيقه عمر مرموش بيلعب طبعا ما زال حتى اللحظه مع فريقه الحالي فولسبورغ، لكن زي ما قلنا قبل كده انه خلاص مضى على عقد انتقاله لاينتراخت فرانكفورت. عمر مرموش شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي فاز فيها فولسبورغ على هوفنهايم بنتيجه 2-1، شارك عمر في المباراه دي لمده 29 دقيقه فقط، لمس الكرة خلالها 16 مرة، تمريرات 11 بنسبة نجاح 73%، خسر الكرة 8 مرات، التحامات الهوائية 5، كسب منهم 3، تقييم عمر في المباراة 6.4 درجة، وفولفسبورغ حاليا بيحتل المركز السادس في البوندسليغا برصيد 49 نقطة، وفي المباراة اللي جاية هيواجه فرايبورغ في الدوري. السعودية، طارق حامد وأحمد حجازي، اتحاد جدة السعودي، فريق بينافس على البطولة بكل قوة في ظل الحقيقة، يعني أنا أعتقد أنه الدوري السعودي مع وجود رونالدو اختلف، صحيح مستوى المحترفين هناك كان كبير جدا، لكن وجود رونالدو سلط الضوء على المنافسة سواء النصر أو الهلال أو الاتحاد، لكن أحمد حجازي بيقود الحقيقة مسيرة الاتحاد بشكل أكثر من رائع. شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تعادل فيها الاتحاد مع الهلال بنتيجة 2-2، وكانت مدة مشاركته 90 دقيقة، أفسد للمنافس 6 هجمات، التحاماته الأرضية 3 كسب منهم 2، الهوائية 5 كسب منهم 4، تمريراته 24 تمريرة بنسبة دقة 75%، والتمريرات الطولية 9 بنسبة نجاح أو نجح في 4 منهم، محاولاته على المرمى كانت مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة 6.7 درجة.